لهنا نتسائل هنا على مصيري. يلا درى أنا الرش اللي التو فوق المية كعبة في بدني شفتوها في التصاور وفي البحر، شنو هو مصيري؟ شنو الأضرار اللي نجم تظهرها بي؟ المادة اللي يسيبها الرصاص هذاك شنو؟ مشيت حتى سألت حتى للبحر، ثمش دي لابوراتوار سبيسيفيك يعملوا التحاليل للبحر. طبيب مشكور يرحم والديه قال له يزم ناخذوا لك نعملوا الكنسيزيون نحو كعبة ومن طو نعملوا بيوبسي ناخذوا طرف من اللحم وباش يتحلل أكل كعبة هذيك منيش متكونة وأكل اللحم اللي داير بها، ثمش ضرر ثمش إفرازات قاعدة تسيب في هذيك، مش نجم نقايم ضرر هنا في تونس ممكن؟ مش ممكن. شكون باش يداويني يعني؟ شكون باش يعالجني؟ الواحد إمكانياته محدودة، الناس كلها تعرف. لهنا نتسائل هل الحكومة هي مستعدة باش تعالجنا وباش تداوينا وباش توفر لنا سبل الراحة؟ والواحد حتى كي يرقد يرقد مرتاح، ما رقدش مرتاح، أنا نرقد نحك. أنا كان وريكم سقاية تو تجري بالدم من الحكيم. اللي يشوفني نحك نقول لك هذا مسخ حشيكم ولا أجرب ولا به حاجة وهو ماكل حرارة من داخل تو تاكل.